مال العافية يا جماعة الخير، احنا اليوم برضو من جامعة الشرق الأوسط بنحب نوجه التحية لأهلنا في غزة، بنحييهم على صمودهم وثباتهم من 7 أكتوبر حتى الآن، وبنحب برضو نسأل طلاب جامعة الشرق الأوسط إنه شو الرسالة اللي بحبوا يوجهوها لأهلنا في غزة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. عافية دكتورة حنان. الله يعطيك العافية. دكتورة حنان يسعد صباحك. صباحك. بس بنحب نسألك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، شو الرسالة اللي بتحبي توجهها لأهلنا في غزة؟ بأي حال عدت يا عيد، هذا عيد مؤسف، المذابح التي يشهدها أهلنا في قطاع غزة ما بنقدر نتجاوزها، لا في يومياتنا ولا في تفاصيلنا، فما بالك في العيد. ما إلنا إلا الدعاء لهم في هذه الأيام المباركة بأن تزول عنهم هذه الغمة، وأن ينتصر الحق في النهاية، وأن يشفي مصابيهم ويرحم شهدائهم، والله سبحانه وتعالى يخفف على قلوبهم جميعا. كل عام وأخواننا في غزة أحرار، إن شاء الله العيد الجاي بنحتفل وإحنا على أرض فلسطين. اللهم أنصر أخواننا في غزة. طبعا العيد هذا راح يكون مختلف عن أي عيد، راح يكون عيد مليء بالحزن والزعل على أهلنا في غزة كونه هم مش بخير، ولكن نسأل الله الفرج القريب لهم، والله ينصرهم ويربط على قلوبهم يا الله عليهم وينصرهم. وبحب أحكي لهم كل عام وأهلنا في فلسطين وغزة بألف ألف ألف خير. بداية بدنا نعتذر لأهلنا في غزة لأنه هذا العيد مش زي أي عيد، أنتوا أشرف الناس وأعز الناس وأغلى الناس، الله ينصركم ويكون معكم يا رب. دائما بندعي لهم يكونوا بأحسن حال، وإن شاء الله قبل عيد الأضحى إن شاء الله تكون الأوضاع أحسن من هيك، وإن شاء الله غير تنفرج عليهم، إن شاء الله غير نصر قريب إن شاء الله. قبل عيد وفرحته ما بننسى أهلنا بغزة وبنتمنى لهم الفرج والنصر القريب بإذن الله.